كيفاش كيفاش لا العلاقات توترت في الاخر، مش توترت، هي توترت لسبب بسيط. هو كان البوسكي جات بين فقدت الحقوق البث نتاع الدوري الايطالي، وانا من 2007 كنت نون سولمون مسؤول على الدوري الايطالي، مزيد نعلق على الدوري الايطالي، معناها كان يمثل تقريبا 80 85% من الخدمه نتاعي. وبديت نحس وانه بشويه بشويه كان باش تبدا تفقد لي دروا، نتصور الجمهور في تونس حسوا هذا، وانه اليوم بين خذيت دونك في وقت من الاوقات، وانا في نفس الوقت كنت عيني باش نروح لتونس. معناها تنجم تقول من 2011 جاتني فرصه 2011 كنت باش جالي كيتي كانال بالاتفاق، كنا وفي بالي باش نرجع في 2011 تقريبا في ربيع 2011، ما صارتش العمليه من بعد اوروزمون. ممكن مع شكون وقتها كيفاش كانت؟ هي كانت تجربه حاجتي، كانوا فما حاجتي ليموني، كانت اني كنت باش نعمل بود برودكسيون هذيك، كانت هذاك البيوت نتاعي في تونس، وزاده كانت وقتها فما امكانيه حتى نتاع عمل سياسي، دونك في الاخر ما صارتش وقعدنا نمهموا هكا. ومن بعد 2012 وقت بين شريت بي اس جي، وقت قطر شريت بي اس جي، وباعتبار وقتها فما نصر خليفي كي شد رئيس وبرشا جاو من الكره الايطاليه وقتها، كان البلوس قالوا لي به فك علينا هذه من حكايه المشي، اقعد خاطر حاجتنا شكون يتبع البي اس جي يوميا، براتيكمون يوميا مش يوميا، يتبع الماتشوات كأم تيرا، معناها موجود على الميدان، خاطر فما وقتها ليوناردو وش اسمه باستوري وخذوا برشا ملاعبات لين، حاجتنا بشكون يعرف شويه رويند. نقعد تقريبا عامين تبعت البي اس جي اضافه الكره الايطاليه، ومن بعد نجم تقول بون بلوز وموان كيما قلت جيت بيعتها، انا قلقت شويه فديت شويه معناها من كانال، وفديت حتى من فرنسا، حبيت تجربه جديده. وفرد مره كان البلوس معناها جاو قالوا لي روحنا ما عادش عندنا توا باش نسيبوا ايطاليا، باش نسيبوا عموما تشامبيونز ليج زاده، انا خدمت برشا على تشامبيونز ليج، الدوري الفرنسي بصراحه ما كانتش حاجه مهمه ياسر كان باش تنحي البي اس جي، دونك تنجم تقول خروج صار بالطريقه.